وجود أصابع خفية خارجية وداخلية تريد أن تقف أمام إرادة الغالبية العظمى من شعب مصر ورغبتهم في إقرار نظام ديمقراطي سليم. Of religious minorities who have been attacked. الجندي اتحرك من العربية وقدامه حشد كبير كثير جدا، هتشوفوها الصورة واضحة جدا من المتظاهرين، أعداد كبيرة للغاية، والجندي بيحاول انه يفادي الاعداد المتظاهرين اللي موجودين. انا لا انكر ان قد يكون اثناء سير العربيه حد خبط، ولا اؤكد ذلك، لا انفي ولا اؤكده، لكن هذا الموضوع اللي انا باكده شكل الموضوع هو ليس موضوع ممنهج. احنا بنؤكد ان افراد القوات المسلحه المعنيين بالتعامل لن يكن معاهم سلاح وذخيره. هناك اطراف اخرى تستغل المظاهرات السلميه اللي ممكن احنا ما عندناش مانع فيها عشان تحدث فوضى وتضر المجتمع، فارغ ذلك جدا.